بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الشبح للمعلوميات. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن شرح طريقة إعادة استثمار الأرباح في موقع التعدين هاش فلاير. طبعا كما ترون عندما تسجلون دخول تجدون أرباحكم، مجموع الأرباح موجودة هنا، الربح اليومي تجدونه موجود هنا، كم ربحت. على العموم ما يهمنا هو هذا، كلما وصل هذا المبلغ لشراء عقد في هاش فلاير فسوف يتم شراؤه بشكل أوتوماتيكي كما شرحنا سابقا بالضغط هنا. إذا تحب أن تعيد استثمار الأرباح تختر أنت أي نظام تريد، هل في SHA 256 البيتكوين أو في السكريبت أيضا في البيتكوين، خلك على هذا وهو الأفضل. طبعا مدة العقد سنة واحدة. انظر هنا يقول لك إذا وصلت الأرباح لشراء عقد 10 جيجا في SHA 256 فسوف يتم شراء بشكل مجاني، كلما يصل فسوف يشترون. وإذا اخترت سكريبت فكلما يصل إلى 1 ميجا ففي سكريبت فسوف يتم شراء. كلما يصل ماذا الأرباح، كلما تصل الأرباح لشراء عقد كافي وهو 1 ميجا أقل شيء في السكريبت فسوف يتم شراء بشكل مجاني. كلما تصل الأرباح لشراء عقد 10 جيجا في SHA 256 فسوف يتم شراءها بشكل مجاني. أنا طبعا الآن سوف أختار معكم SHA 256 ثم أضغط على حفظ. هكذا كما ترون الآن ضغط معي حفظ. خلينا نحدث نشوف هل قام بالشراء لنا. طبعا ما بعد يشتري. لو أتينا هنا أيضا لم يقم بالشراء إلى الآن. أم بقطع الفيديو ثم أعود إن شاء الله ونرى هل يقوم بشراء العقد مباشرة أم يحتاج بعض الوقت حتى يتم التفعيل. العموم كما ترون أنا قمت الآن بالضغط هنا على إعادة استثمار واخترت طبعا هذا النظام وضغطت على حفظ. فالمفترض أنني الآن أجده على هذا. طيب أنا بضغط مرة ثانية على حفظ. طيب أوكي حفظ. العموم نقدر التسجيل لبعض الوقت ونراها. الآن كما ترون فقد تم خصم المبلغ، وهنا في إعادة الاستثمار كما ترون تم تحديده على SHA 256. كلما وصلت الأرباح إلى إلى شراء 10 جيجا في SHA 256 فسوف يقوم بالشراء بشكل أوتوماتيكي لإباقة أقل شيء 10 جيجا. كلما وصلت الأرباح تكون كافية لشراء 10 جيجا في SHA 256 فسوف يقوم بشرائها بشكل تلقائي. طبعا أنا سوف أجعله موجود على هذا الخيار فترة ثم سوف أقول له على don't know. طبعا لو أتينا الآن إلى هنا كما ترون قام بشراء لي 150 جيجا. كما ترون ها هو تاريخ البداية 16/11/2017 وها هو تاريخ الانتهاء 16/11/2018. طيب كذلك كما ترون هنا ب 22 دولار ونص شرى لي هنا 0.15 تيرا هاش. أتمنى من الجميع طبعا أن يقوموا بالتسجيل في هذا الموقع
فهو موقع صادق وأمين ومضمون ويدفع للجميع بدون أي تأخر. طبعا نحن قمنا بشرح هذا الموقع سابقا، ولذلك سوف أضع لكم روابط الشرح إن شاء الله أسفل الفيديو. كان هذا كل شيء، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك للفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم، وفي أمان الله في دروس قادمة إن شاء الله.